بشرح منو عبد الملك واقول لكم ايش قصته اللي بيقول انه هاشمي هو اهل بيته واخوته صيدي سلالي فارسي كذاب خاين ملته دجال كاهن محترف الله يقبح صورته فاست مرت في الوطن وجاي يقول لي ثورته اشتخل انه في اليمن واشتخل عترته فرسي وايراني يا حوتي يا حوتي ما انتش قحطاني يا حوتي يا حوتي رسي ومتورد الحوتي الحوتي وقال هو سيد الحوتي الحوتي لزاد في الغضرصة لابد ما ندعسه وبعدها نحبسه والله والله منكم مجان الفارسي شارد من ابن جلدته واليوم يا عالم نسي حسب بلدنا دولته سارق بيسرق حقنا وما حصل له خزنته ولا زاد اسلم ديننا استخدمه في كذبته وفي التوافق والحوار اشتي مضي كلمته وعلى العداء اهل الجوار الشطف هذا اش قصته كذب وبتهنجم هجره اتت منكم يا حوتي يا حوتي مسيلم الكذاب الحوتي الحوتي الدانق النصاب الحوتي الحوتي ما بنسي به ابد اللي يخون البلد لو قال احد احد والله والله الله لولا التحالف غاثنا طعفر كوافي شلته وانقذ حكومة شعبنا وكل حوثي صفته عاش الملك والمملكة صقر العرب عن اخوته ومد شعبا اهلكه حرب الشلل وسربته يا ابن اليمن صحصح معي وشوم قل لي بقعته انت يماني تبعي والحوثي اش جنسيته والكذب ذي عندك يا حوتي يا حوتي الكذب له عادة الحوتي الحوتي أبوه وأجداده الحوتي الحوتي في ملعبه باليمن وشب فيها الفتن ملوش فيها سكن والله والله خلاص بس كمل خلاص باقي الكلام بعدين باقي الكلام خلاص اهدا خلاص وقف اللي قاعد يا ولد خلاص خلوص خليص خلاص لا والله خلاص شو لا والله